السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جميعا في قناتكم الجرس. فيديو ديال اليوم هو أول فيديو من سلسلة الرياضيات للجميع. الرياضيات للجميع هي سلسلة خصصنا لها قائمة خاصة في قناتكم الجرس، الهدف منها هو شرح جميع القواعد والأساسيات في الرياضيات باعتبارها تشكل حجر الأساس للتقدم والتطور في هذه المادة. وسنعمل على أن تكون هذه القائمة مرجع لتثبيت المفاهيم والتغلب على الصعوبات في هذه المادة بطبيعة الحال، سواء بالنسبة للتلاميذ بجميع المستويات ديالهم وكذلك بالنسبة للأساتذة أساتذة المستقبل المقبلين على مباريات التعليم تخصص ابتدائي. وسنكون بطبيعة الحال جد سعيدين بتقديم هذا العمل، وكننتظر من تعليقاتكم وتشجيعاتكم أنها تلعب دورا بينصير محوريا في تطوير هذا العمل. وشكرا لكم. إذا لنبدأ حصة اليوم. حصة ديال اليوم اليوم غنشوف فيها الأسبقية في العمليات. الأسبقية في العمليات، يعني العمليات بطبيعة الحال كنهضروا على العمليات الأربع اللي هما معروفين، اللي هما الأساس ديال الرياضيات كلها، اللي هما الجمع والطرح والضرب والقسمة. دونك ملي كنقولوا الأسبقية بطبيعة الحال ملي كيكون عندك واحد التعبير فيه مجموعة أو سلسلة من العمليات، ملي كنبغيو نحسبوه شنو خصنا نسبقوا؟ واش نحسبوا الضرب هو الاول، واش الطرح هو الاول، واش الجمع هو الاول، واش اول قسمه هي الاولى؟ بطبيعه الحال انتم كاملين كتعرفوا ان بالنسبه للعمليات تقدر تلقى فيها الاقواس، تقدر تلقاها بدون اقواس. دونك غنشوفوا كيفاش نتعاملوا في الحاله ديال الاقواس وفي الحاله اللي ما يكونش عندنا فيها الاقواس بطبيعه الحال. دونك بطبيعه الحال والضرب والقسمه، وكنلقاو في العمليات كذلك الجمع والطرح. اذا في الحاله الاولى ملي كتكون عندنا العمليات فيهم عند الضرب والقسمه، يعني عمليه رياضيه بغينا نحسبوها فيها فقط الضرب والقسمه، اذا خلينا نعرفوا ان الضرب والقسمه هما كينتميو لنفس العائله، هما كينتميو لنفس العائله، وبالتالي فان هنا ما كنهضروش على الاسبقيه، فقط كنقوموا بالحساب من اليسار الى اليمين. ناخذ مثال باش نفهموا مزيان. اذا الى خدينا سي، هذا التعبير سي كيساوي 35 قسمة 7 مضروبة في 6. إذا باش نحسبوا هذه العملية فقط كنقوموا بحسابها من اليسار إلى اليمين، باعتبار أن هذه العملية فيها فقط الضرب والقسمة، وقلنا أن الضرب والقسمة هما ينتميان إلى نفس العائلة. إذا سي تساوي، كنحسب التعبير، كنحسب العملية الأولى 35 قسمة 7 تساوي 5 ضرب 6، ثم كنحسب 5 ضرب 6 هي 30. بالنسبة إذا كان عندك تعبير كذلك فيه الجمع والطرح فقط، ما فيش الضرب والقسمة، فيه الجمع والطرح. إذا في هذه الحالة هذه كذلك هما كينتميو نفس العائلة، الجمع والطرح كينتميو نفس العائلة، كنحسبه من اليسار إلى اليمين. ناخذ مثال على ذلك. إذا كان عندك واحد التعبير دي يساوي 5 زائد 8.6 ناقص 6، إذا كنحسبه من اليمين، من اليسار عفوا نحو اليمين، من اليسار نحو اليمين. إذا كنحسبه العملية الأولى اللي هي الجمع 5 زائد 8.6 تساوي 13.6 ناقص 6. إذا كنحسبه العملية الثانية اللي هي 13.6 ناقص 6 تساوي 7.6. إذا الآن ملي كتكون عندي العملية فيها الأقواس والضرب والقسمة والجمع والطرح، دونك شنو خصني نسبق في الحساب؟ إذا الأسبقية ولا الترتيب كيمشي بهذا الشكل. الأقواس هما الأولى، يعني كنحسب ما بداخل القوس هو الأول، ثم الضرب والقسمة، ثم الجمع والطرح. دونك غنفهموا هادشي هذا مزيان بالأمثلة. إذا في الحالة اللي ما كتكونش عندك فيها الأقواس، العملية ما فيهاش الأقواس، إذا أيولي الضرب عندي والقسمة هما الأولى، دونك هما اللي عندهم الأسبقية، ثم الجمع والطرح. إذا ناخذ مثال الأول لعملية بدون أقواس. ناخذ 9 مضروب في 3 ناقص 12 قسمة 4 زائد 2. إذا هذه العملية هذه أو سلسلة من العمليات شنو فيها؟ فيها الضرب والطرح والقسمة والجمع. إذا اول حاجه قلنا الاسبقيه كتكون الضرب والقسمه. اول حاجه هنا ما عنديش الاقواس، اذا كنمشي ديريكتومون كنشوف الاسبقيه، الضرب والقسمه هما اللي عندهم الاسبقيه، ثم الجمع والطرح. دونك كنحسب الضرب والقسمه هما الاولى، دونك عندي الضرب هنا
وعندي القسمة هنا. ألوغ 9 في 3 كنحسبها، 9 في 3 هي 27، ثم 12 مقسومة على 4 هي 3. دونك عندي هنا إشارة ناقص وهنا زائد 2. الآن صبحت عندي النتيجة فيها فقط الطرح والجمع. إذا كي يكون عندي الطرح والجمع ومادام أنهم كيتساويو نفس العائلة، كنحسب من اليسار إلى اليمين. إذا 27، العملية الأولى هي 27 ناقص 3 هي 24 زائد 2، ثم 24 زائد 2 هي 26. بهذه الطريقة هذه كنضمن أننا ما نوقعوش في الخطأ. إذا مشينا حسبنا بدون ما نحترموا هذا الترتيب أو هذه الأسبقيات، فإننا غنطيحوا 100% في الخطأ. إذا مشينا مثلا حسبنا 3 ناقص 12 هي الأولى، العملية كاملة غتمشي خطأ، كونوا متأكدين. إذا ضروري ضروري باش نضمنوا أن العملية تخرج لنا صحيحة 100%، خصنا نحترموا الأسبقية في العمليات بطبيعة الحال كما شرحناها الآن. ألوغ الآن نشوفوا مثال لعملية فيها الأقواس. مثلا ناخذ 3 زائد 5 مضروبة في 4 زائد نفتح قوس 2 زائد 4 قسمة 2 ناقص 3. إذا هذه العملية فيها الأقواس. إذا لمشينا الترتيب وقلنا الأقواس ثم عد ضرب القسمة ثم الجمع والطرح. إذا أول حاجة كنبداو بها هي نحسبوا ما بداخل الأقواس، ما بداخل الأقواس يعني كنحسبوا هذا التعبير. إذا هذا التعبير هذا كذلك فيه القسمة والجمع والطرح، إذا كنحترموا فيه الأسبقية. إذا شكون عنده الأسبقية؟ بطبيعة الحال هي القسمة. دونك نحسب عملية القسمة هي الأولى، دونك 4 قسمة 2 هي 2، ونحتفظوا بالبقية نحسبوهم في الخطوة الثانية. ألوغ الآن مازال ما كملتش الحساب ما بداخل القوس. دونك دابا عندي العملية صبحت فيها الجمع والطرح، إذا نحسب من اليسار إلى اليمين. 2 زائد 2 هي 4 ناقص 3، 4 ناقص 3 هي 1. دونك ما كيبقى لي فقط رقم 1، دونك هذا القوس هذا ما بقاش عنده معنى، إذا ممكن نحيده طبيعة الحال. إذا العملية أصبح عندي هي 3 زائد 5 مضروبة في 4 زائد 1. إذا هنا كذلك نحترم طبيعة الحال الأسبقية، عندي الجمع والضرب. إذا الجمع والجمع والضرب، إذا نسبق الضرب هو الأول عاد نشوفوا العمليات الأخرى. إذا الضرب عندي 5 في 4 هي 20، طبيعة الحال هنا عندي 3 زائد 1. إذا هنا فقط كنقوم بعملية الحساب، ما عنديش دونك نحسب بطريقة عادية. 3 زائد 20 زائد 1 دونك هي 24. شكرا على الانتباه ديالكم، إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.